مساء الخير ومساء البهجة والسعادة والتحية الخالصة من القاهرة للصامدين والمرابطين في الأرض المحتلة. الحقيقة المؤسسة الدينية المصرية وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء ودار ووزارة الأوقاف لم تتأخر في بياناتها عن الغوث والنجدة، ودائما وأبدا على صيحة واحدة: أوقفوا قتل المدنيين، أوقفوا المجازر في غزة. وكانت لدار الإفتاء مجموعة من البيانات، الحقيقة بيانات يعني في عمق الأزمة وفي وقتها وفي توقيتها دايما ودائما. مولانا الدكتور شوقي علام سوف يلقي الضوء على موقف المؤسسة الدينية المصرية من الحرب على المدنيين في غزة في هذه الحلقة المباركة. أهلا بك مولانا. أهلا وسهلا. مولانا، المؤسسة الدينية ما شاء الله عليه يعني كان موقفا مشرفا رائعا وراقيا ومستمدا من تراث حقيقي للإسلام في السلام وفي الدعوة للسلام وفي غوث المظلومين والمنكوبين، وأيضا في الدعوة لعدم القصف أو لمنع القصف الملاجئ والمستشفيات وما ذلك وتوفير الملاذات الآمنة. ولم تختلف البتة عن الخطاب الرسمي المصري والتحركات الرسمية للقيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. صياغة بيانات دار الإفتاء، منهج دار الإفتاء، لسان دار الإفتاء ماذا يقول وماذا قال في تفاصيل هذه الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالحقيقة الألم يعتصر الإنسان ويصيب القلب الحزين على هذه الأوضاع المأساوية التي نشاهدها في وسائل الإعلام المختلفة والتي تأتي بها الأخبار الموثوق بها والصحيحة. هذا وضع شديد الخطورة وشديد البؤس إن إنجاز التعبير. يعني في الحقيقة دار الإفتاء والمؤسسات الدينية، مشيخة الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، الكنيسة المصرية أيضا، يمكن في مؤتمرنا عبر نيافة الأنبا أرميا عن موقف مشرف، الموقف المشرف بالنسبة، هذا كله وصدر من الكنيسة بيانات مواكبة لبيانات المؤسسة الدينية الإسلامية. نعم. هذا كله في الحقيقة هو نابع من الضمير المصري. أيوة. الضمير الإنساني المصري، لأن هذه المؤسسات هي جزء من هذا الوطن وجزء من ترابه. الهم الذي يحمله الإنسان المصري هو نفس الهم الذي يحمله أخوه في أي موقع من المواقع. ولذلك سيادتك تجد بأن القضية الفلسطينية برمتها هي قضية مصرية، هي في وجدان الإنسان المصري قيادة وشعبا على مر التاريخ. لم تتخلى مصر في يوم من الأيام عن القضية الفلسطينية ولن تتخلى، والشواهد كثيرة على ذلك. ولذلك فإن مواكبة المؤسسات الدينية للحدث كان منذ اللحظة الأولى وما زال مستمرا، وإلى أن تنتهي هذه المسألة بحل عادل يرضي هذا الضمير الإنساني ويرفع هذا الظلم عن المظلومين في غزة وفي الأراضي الفلسطينية كافة، ويعيد النظر إلى قضية المسجد الأقصى باعتبارها قضية محورية في القضية الفلسطينية وأنها جزء من هذه القضية. وبناء على ذلك البيانات التي صدرت من دار الإفتاء المصرية كانت مواكبة منذ اللحظة الأولى، وربما المؤتمر الذي عقدته دار الإفتاء المصرية يوم 18 و19 من أكتوبر والذي حضره ممثلون عن ما يقرب من 100 دولة في العالم كله، والحقيقة تميز بتنوع كبير جدا بالنسبة لنوعية الحاضرين من الوزراء والمفتين على مستوى العالم والعلماء العالم الإسلامي. عندما تجد بأن كل جلسة وكل كلمة وكل محور من محاور المؤتمر بتطغى عليه القضية الفلسطينية في يوم 18 و19 بعد أحداث 7 أكتوبر،
بتطغى عليه هذه المسألة، ومن ثم فهو واكب بالفعل، وكان صرخة، هذا المؤتمر كان يمثل صرخة مبكرة مبكرة ليس من دار الإفتاء المصرية فقط، من الدولة فضلا عن العالم الإسلامي كله الممثل في هذا المؤتمر، من 100 دولة تحت مظلة الأمانة العامة اللي تدور هيئات الإفتاء في العالم. وهذا المؤتمر هو المؤتمر يعني الكبير الذي عقدته الأمانة تحت مظلة دار الإفتاء المصرية. كان يمكن أن نقول إن البيانات تمحورت حول جملة من الأفكار. تفضل. فكرة الغوث والإعانة التي قضى بها التشريع الإسلامي وقضت بها الأديان، أنه عندما يحل أزمة بإنسان ما فالإنسانية تقف بجواره، فضلا عن الدين الإسلامي الذي حث في كثير من نصوصه الشرعية على أن نكون بجانب النجدة والغوث. نعم. نمرة اثنين، أننا نستنكر وبشدة هذا العدوان الغاشم على المدنيين وعلى إخواننا الفلسطينيين سواء في غزة أو في غيرها. نمرة ثلاثة، أننا نستنكر وبشدة ولا نقبل بحال من الأحوال أن يتم تهجير هؤلاء الفلسطينيين إلى أرضهم، من أرضهم إلى الأراضي المصرية أو غيرها. لأن التهجير في هذه الحالة يمثل إماتة حقيقية للقضية الفلسطينية، ويمثل إماتة حقيقية أيضا للمسجد، لقضية المسجد الأقصى. نمرة أربعة، أننا لن نفرط، وهذا عقيدة المصري، لن نفرط في حبة رمل من الأراضي المصرية بحدودها المعروفة، وأبناؤنا قد استشهدوا في مواطن عديدة في سبيل الدفاع عن تراب هذا الوطن، سواء في 73 أو فيما قبل، أو في حتى حربهم ضد الإرهاب في هذه المنطقة وتنظيفها. ونجحنا كدولة مصرية، تم نجاح القضاء أو تم القضاء على الإرهابيين في هذه المنطقة التي كان يراد لها سيناريو آخر، لكن بالحمد لله سبحانه وتعالى وتوفيقه وقدرة الجيش المصري وإحكامه الخطط اللازمة في هذا الأمر، وإدراكه للمخاطر ووعيه الشديد جدا بما يحاك ضد الدولة المصرية في الداخل أو في الخارج، وجدنا بأن هناك تناغم تام ما بين الجيش المصري والشرطة المصرية بل ومؤسسات الدولة بكاملها، ومنها بطبيعة الحال المؤسسة الدينية. قد كافحنا من أجل، هم يكافحون بالسلاح ونحن نكافح بالقلم وبالفكر، وندفع الفكرة بالفكر. وهناك يعني تجربة طويلة لدار الإفتاء المصرية في هذا الشأن. فالشاهد أن القضية الفلسطينية هي في قلبي وضمير كل إنسان مصري، هي القضية الأولى والأخيرة لكل عربي. لن تموت هذه القضية إلا بإيجاد حل عادل لها. عظيم. نذهب لبعض التفصيل في إجمال ما تفضلت به فضلتك. رقم واحد، مثلا في أول الأزمة كان هناك اتصال بينك وبين مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين، واستقبلت قاضي قضاة فلسطين في أيضا في المؤتمر أمناء الفتوى. يعني إذا هناك كمان تحركات لم تكتفوا بالبيانات. بلا شك أنه لابد من يعني التواصل للوقوف على الحاصل في هذا الوقت المبكر، كان وقتا مبكرا للغاية عندما تواصلت مع سماحة الشيخ محمد حسين مفتي الديار الفلسطينية ومفتي القدس الشريف. وكما ذكرنا قبل ذلك، هو رجل لمس الأخلاق جدا، يتسم بالهدوء وبالعلم الكبير وبالإحاطة بقضايا الأمة والإحاطة بالقضية الفلسطينية بصفة خاصة. فكان الاتصال اتصالا مهما بالنسبة لي أنا شخصيا وبالنسبة للمؤسسة، مؤسسة دار الإفتاء المصرية. ثم إنه بعده يمكن بيومين أو ثلاثة يعني كنا نعد العدة للمؤتمر يوم 18 و19، بعدها بمدة يعني مش في نفس التوقيت، يعني كان يعني يراد ان ايضا سماحة المفتي يكون موجود، لكن لظرف معين منعه من الحضور.
وهو يعني اتصل واعتذر و ونحن تفهمنا موقفه من الاعتذار يعني والظروف التي احاطت بهذا الاعتذار. كانت الكلمة القوية جدا لمعالي الوزير دكتور محمود الهباش مستشار السيد الرئيس الفلسطيني وهو قاضي القضاء وكان وزيرا للأوقاف قبل ذلك لأوقاف وشؤون الدينية. الحقيقة عبر بتعبيرات قوية جدا عن القضية الفلسطينية وعن موقف مصر من القضية الفلسطينية. يمكن لو احنا حسبنا الزمن الذي أخذه في الكلمة والكلمات التي أخذها في الكلمة يمكن أن نقول بأن المساحة التي أعطيت لتقدير الدور المصري في الكلمة كانت مساحة أكبر بكثير من الكلمة في حد ذاتها. يعني يمكن نقول تلتين الكلمة كان عن الدور المصري وتقدير هذا الدور المصري وتقدير خاص لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارته الحكيمة القوية الحاسمة والواضحة في الوقت نفسه تجاه القضية الفلسطينية في هذا الوقت وتجاه هذه الأزمة التي نمر بها. نقف أيضا على قضية الغوص مش والإسلام يحض على الغوص، ومن هنا من دار الإفتاء تحضون على الغوص وغوص الفلسطينيين في مجمل الكلمات وأيضا كان في مجمل البيانات. يعني اسمح لي أن أنا ابن من أبناء هذا الشعب، ابن أبناء مصر، بصرف النظر عن الصفة الوظيفية، لكن أنا أقدر وأثمن وأشكر الدولة المصرية في مبادرتها السريعة جدا لنجدة الإخوة هناك في غزة وفي فلسطين. من أول لحظة كانت المعونات تتدفق الحقيقة، الجسر المعونات كان ممتدا، فضلا عن الجمعيات الخيرية الكثيرة المنتشرة في مصر والتي تكاد أن تكون على قلب رجل واحد في هذه الأزمة، وجدنا تدفقا كبيرا فضلا عن المساعدات التي تأتي أيضا إلى الشعب الفلسطيني من الخارج. فكرة النجدة والغوث والعون وتقديم المساعدة وإيجاد قدر من المعونة للآخر هو مما حض عليه التشريع الإسلامي في آية واضحة وصريحة، والله سبحانه وتعالى يدعونا إلى التعاون على البر والتقوى. والبر والتقوى بالعموم، يعني كل ما هو يمثل برا وكل ما يمثل تقوى، كل ما يمثل الصلاح والعمل الحسن المقبول عند الله سبحانه وتعالى هو داخل في دائرة البر. فدائرة البر دائرة واسعة مفرداتها عديدة تشمل كل ما يتصور أن يكون برا، ولذلك القرآن الكريم عندما يقول لذلك كأنه يشير إلى أنه ينبغي عليك أن تدخل في أي مجال ولو صغر. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني لا تحقرن من المعروف شيئا، ما تستطيع أن تقدمه قدم، لا تتأخر ولا تستصغر ما يمكن أن يقدم، ولا تنظر إلى يعني حمدي بيه مثلا بيدفع 1000 وأنا معيش غير جنيه واحد، لا أنا أعطي الجنيه لأن هذا مقدرتي وفي مقام 1000 أيضا. فإذا نحن مأمورون شرعا ليس في موطن معين، بل نحن نتعاون على البر والتقوى في كل مناحي الحياة وفي كل الظروف. وهي فلسفة البنيان المرصوص وفلسفة إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، دي كلها يعني تحض على الوقوف مع المنكوبين في الأرض المحتلة. وكمان لما سيادتك زيادة على ذلك، لما نقرأ سورة البقرة نجد مساحة كبيرة للغاية في آيات الإنفاق في سبيل الله سرا وعلانية، وبعدين لا تهدر هذه النفقات التي أنفقتها بسبب من أو أذى. شوف منظومة متكاملة من عملية الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى في كل الظروف، في حالة العسر وفي حالة اليسر. المجتمع ينبغي أن يكون متكاملا متعاونا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد
بالسهر والحمى. اذهب لزيارة فضيلتك لمولانا شيخ الازهر الدكتور الطيب احمد الطيب، وكانت زيارة مهمة قوي، انت ووزير الاواف دعما لموقفه ومساندة وتمتين للموقف الذي يشكل موقف المؤسسة الدينية المصرية، خاصة مع تصاعد الهجمة الاعلامية والسياسية في اسرائيل تجاه الازهر والمشيخة والدكتور الطيب شخصيا. هو بطبيعة الحال سيادتك يعني الأزهر الشريف دوره معروف وقوي على مر التاريخ. قضايا الأمة في مجملها الأزهر معها ويدخل بحكمة واقتدار، يدخل بعقلانية، يدعم المظلوم على الدوام. ووجدناه يعني وجدنا الأزهر والمؤسسات الدينية حتى يقف مع المظلوم حتى ولو لم يكن مسلما. صحيح. فالقضية قضية عادلة، أنت مع العدل بصرف النظر عن من هو الشخص الذي يمكن أن تقدم له هذا الدعم. فالأزهر الشريف منذ الأزمة هذه الأزمة وهو يقف موقفا مشرفا للغاية، موقفا غاية في النبل، بكل بياناته بكل كلمات فضيلة الإمام، فكان يحتاج في الحقيقة إلى إيجاد هذه الصورة المتكاملة، أن الأزهر لا يقف وحده فقط، على الرغم من أن الكل يؤدي دوره. يعني سيادتك احنا البيانات بتاعتنا والمؤتمر وما زلنا إلى وكذا الآن، فضيلة وزير وكذا وزارة الأوقاف وخطب الجمعة ممتازة كلها الحقيقة يعني عن القضية الفلسطينية بنحو أو بآخر. يعني حتى لو في خطبة ما كانتش مباشرة لكن فيها دعم للقضية الفلسطينية في الحق في الحياة، منهج اللي هو فكرة تنمية الوعي و صحيح والشغل على الوعي الجمعي مهم جدا. صحيح. يعني في الكلام مع معالي وزير الأوقاف بترى بأن هو يقول لك الخطبة يمكن تتغير على مدار في الأسبوع يعني عشان تواكب الحدث. مظبوط. فإذا أنت أمام ديناميكية يعني أمام حركة المؤسسات الدينية في التفاعل مع القضية. كان يحتاج إلى هذه الصورة التكاملية. أيوة. أمام الرأي العام، أمام المجموع، يعني أننا كلنا على قلب رجل واحد، أن كل منا يؤدي دوره لكن في تكامل كبير جدا. كله هذا التكامل وهذا الموقف من المؤسسة الدينية هو متناغم تماما مع الموقف الدولة المصرية، لا يشذ عنها بحال من الأحوال. بالعكس هو مكمل وهو مكمل وداعم وفي ظهر المؤسسة وفي ظهر طبعا نحن يقينا في ظهر الدولة المصرية القيادة المصرية فيما تتخذ من قرارات. حتى احنا في المؤتمر سيادتك كان من التوصيات التي خرج بها المؤتمر، وده مؤتمر عالمي كبير جدا، ان كل المؤتمر يؤيد القرارات التي اتخذها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي سيتخذها في كانت القمة بعد المؤتمر. صحيح. بيومين يعني احنا خلصنا الخميس قمة السلام، وقمة السلام كانت يوم السبت اللي بعده مباشرة. عظيم. في يعني كيف توصف الحملة على مولانا؟ يعني هم يتحدثون عن معاداة السامية، يتحدثون أنه يتنبأ بزوال إسرائيل، يعني كيف ترد المؤسسة الدينية المصرية في بلسان فضلتك على مثل هذه الادعاءات الظالمة التي تستهدف ترهيب وإشاعة جو من مناخ الترهيب والعدائية؟ هو دايما الموقف الجاد الشريف بلا شك له في الجانب الآخر من يعني يكيل له بالعداء، فهذه سنة الله في خلقه. لكن نقف موقفا عادلا، نعم سنقف موقفا عادلا ونستمر على هذا الموقف ما دام في العروق دم يجري. هذه مبادئنا التي لن نحيد عنها، مبادئ تدعم القضية مهما حصل من إيذاء. هذا الإيذاء أظنه لا يؤثر كثيرا، ويمكن احنا مع فضيلة الإمام والتقينا به في الأسبوع قبل الماضي، وجدنا أن هذا الذي نشر وهذا الذي يعني قرأناه والتقارير وغير ذلك لم يكن مؤثرا كثيرا، لأن أنت ماشي على خط تعرفه جيدا كفضيلة الإمام،
يمشي على خط مستقيم، قد يعني البعض يرمي من هنا ويرمي من هنا لكنه يسير، فلا يلتفت إلى من يرمي عليه من هنا ولا يلتفت إلى من يرمي عليه من هنا. وهذا شأن الإنسان الذي يؤمن بمبدأ ويؤمن بقضية، فإنه يسير على هذا المبدأ بصرف النظر عن المناوشات التي يمكن أن تناله من هنا وهناك. ويمكن القدوة لنا في هذا الأمر هم الأنبياء والرسل والمصلحون في العالم كله، يعني في كل صاحب فكرة، صاحب مبدأ، صاحب رسالة، أوذي أنبياء أشد الناس إيذاء على مر التاريخ. ومنهم خمسة من أولي العزم من الرسل اللي هم لاقوا من العناء ومن العذاب الكثير في سبيل أن يصلوا بالبشرية إلى بر الأمان وأن يعبد الله سبحانه وتعالى على حق. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عيسى، وسيدنا موسى، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا نوح، دولة الخمسة من أولي العزم من الرسل. فنموذج نموذج النبوة مضيء في تاريخ البشرية، يجعلني وأنا ألتمس الطريق نحو قضايا عادلة أنا أتحمل في سبيل ذلك. شوف سيادتك، يعني يمكن سيادة الرئيس مثلا على سبيل المثال وهو يخوض هذه المعركة، معركة البناء للمجتمع المصري، للإنسان المصري، لمصر بكاملها، كم من المناوشات التي حدثت والأذى اللفظي وغير اللفظي، يمكن لما لو أنت تلتفت إليه ربما لا تعمل، لكنه لم يلتفت إلى ذلك، بل بالعكس وجدنا لسانه عفيفا طوال الوقت، لم في الاجتماعات الخاصة أو العامة لم نجده يتكلم بكلام خارج عن السياق، مع أنه يمكن لو أنني يعني أنت تقصد أن المبررات موجودة، أن الأذى قاسي جدا لدرجة قد يفقدك أحيانا بعض من هدوءك، وقد يكون المبرر موجودا لكنه ضبط النفس والالتزام بالمعايير الأخلاقية، ليس الشديد بالسرعة، مع التزام الشديد بالمعايير الأخلاقية الحقيقة درس قوي للغاية. فيجعلنا جميعا النماذج كثيرة تجعل الإنسان عندما يواجه الحياة ويواجه قضيته التي يدافع عنها لابد أن يتحمل في سبيل ذلك. البناء لا يمكن أن يتم إلا من خلال صبر وتحمل وعدم الالتفات إلى ما يمكن أن يضير الإنسان في مسيرته في ذلك البناء، أيا كان بناء فكري أو بناء مادي أو بناء معنوي، أيا كان البناء الذي يقصده. عظيم. المؤسسة الدينية في بياناتها إجمالا كانت تستهدف الوعي، الوعي بالقضية، الوعي بالحرب وأهدافها، وأيضا الوعي بالأرض المصرية والحفاظ عليها، الوعي بالتحديات التي تواجهنا جميعا. الدولة المصرية التحديات التي تواجهها كثيرة للغاية، وتكاد أن تكون يعني التحديات تحاصرها من كل جانب. هناك توفيق كبير من الله سبحانه وتعالى لا حدود له في الحماية وفي الطمأنينة وفي إيجاد هذه الروح العالية للمستوى من الإنسان المصري في هذه الأزمة. احنا بنشعر بذلك، احنا ما سيادتك بنروح في أماكن صحيح. احنا أبناء الريف المصري وأبناء المدينة وأبناء الشارع يعني بنشعر بهذا التكاتف في هذا الوقت، كأن الإنسان المصري هو يعي التحديات التي تواجه بلده، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، فضلا عن دور القيادة، دور المؤسسات المصرية بكاملها في إيجاد حالة من حالة إدراك التحديات التي تواجه الإنسان المصري. نحتاج بالفعل ونحن في ظل هذه الأزمة وفي غيرها وسنخرج منها إن شاء الله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى إدراك هذه التحديات التي تواجهنا من الشرق ومن الجنوب ومن الشمال ومن الغرب ومن غير ذلك. نحن يكاد أن يكون حولنا النار ملتهبة في كل صحيح. مكان حلقة نار مزبوط. فنحتاج إلى أن ندرك أن توفيق الله سبحانه وتعالى هو حليف لنا
لكن مع الأخذ بالأسباب والعمل والاجتهاد والجد. عند الأخذ في الأسباب عشان أسأل سيادتك بعد الفاصل معنى الأخذ في الأسباب في مثل هذا الظرف العصيب. نخرج لفاصل ونعود لنواصل. أهلا بكم من جديد. مولانا الدكتور شوقي علام ختم الجزء الأول من هذه الحلقة المباركة بالأخذ بالأسباب، كان يتحدث عن قضية الوعي ودور المؤسسات الدينية أو المؤسسة الدينية بتشعباتها في إيقاظ الوعي الوطني بالوطن، بفكرة المواطنة، بفكرة الحفاظ على الأمن القومي لهذا الوطن، الحفاظ على الحدود خاصة ونحن في قلب حلقة نار مشتعلة. الأخذ بالأسباب هنا مولانا يعني الناس الطبيعية تعمل إيه؟ وفلسفة الأخذ بالأسباب دائما القرآن الكريم ينبهنا إلى ضرورة الأخذ بالأسباب، وأن الكون مبني على ذلك، يعني لا تستطيع أن تتعامل مع هذا الكون برخاوة أو بنوم وتقول إن الله سبحانه وتعالى أو إن هذا الكون سيعطيني بمراد الله أو اللي هو التواكل يعني اللي هو التواكل. فسياسة أو ثقافة الأخذ بالأسباب هي ثقافة مركوزة في النص القرآني وفي مسيرة النبوة المشرفة على مدى التاريخ، وفي من يريد أن يتقدم ومن يريد أن يتحضر ومن يريد أن يكون الأقوى ومن يريد أن يكون مهاب وأحدث لنفسه قوة ردع بحيث أنه لا يستطيع أحد أن يفكر فقط، مش أن يعتدي، لأن قبل أن يعتدي أن يفكر ألف مرة في الآثار المترتبة على اعتدائه. هذا كله وجدناه في القرآن الكريم، وجدناه في الظروف التي لا يمكن الأخذ فيها بالأسباب أو يكون عسيرا الأخذ فيها بالأسباب، وجدناه أنه يحض على الأخذ بالأسباب. وذلك ثابت في قصة السيدة مريم عليه السلام عندما كانت تضع وليدها. القرآن الكريم عندما جاءها المخاض أمرها الله سبحانه وتعالى في لحظات المخاض الصعبة التي يعني تحتاج إلى المعونة وتحتاج إلى من يقف بجانب الإنسان، في هذه اللحظات هي لا تقوى على شيء، ومع ذلك قال لها سبحانه وتعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هذا شق يعني، فكأنك مطالب أيها الإنسان في كل حياتك منذ أن تعي وتدرك إلى أن تلقى ربك عز وجل، إلى أن تنتقل إلى الدار الآخرة، في هذه المرحلة الزمنية هي مرحلة العمل، مرحلة الأخذ بالأسباب، مرحلة عدم التواكل، عدم الكسل. لسنا في وقت يمكن أن نكسل فيه، بل في وقت العمل والاجتهاد. إذا كانت السيدة مريم عليه السلام في هذه اللحظات وأمرها ربها، فما بالك ونحن في هذه اللحظات أيضا، لحظات هي عسيرة وعصيبة، ولحظات تستحق أن نبذل المزيد من العمل. يعني إذا كنا نبذل عملا يساوي مثلا 50% الآن نحتاج إلى 100%، ونحتاج للتكاتف والتعاضد وسد الخلل وصولا لفكرة المجتمع الذي على قلب رجل واحد. كان يمكن لربي سبحانه وتعالى استكمالا لهذه الفكرة التي طرحتها سيادتك، أن نكون على قلب رجل واحد ونأخذ بكل الأسباب، كان يمكن أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم أولا لا يؤذى في مكة المكرمة، لا يحاصر، لا يهاجر إلى المدينة المنورة، وإذا هاجر في الحقيقة كان يمكن أن ينتقل بلمحة البصر إلى المدينة المنورة. كان يمكن أن تكون الدنيا هكذا له يعني ذهبا وفضة، ولو أنه أراد لكان، ولو طلبها لكان، ولو طلبها لكان ذلك. مزبوط. لكنه قال يعني أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأصبر فأشكر. فحياته صلى الله عليه وسلم وحياتنا دائرة ما بين
الشكر والصبر. عظيم. عند الشدائد نعمل مع الصبر، وفي النعم نشكر ربنا مع العمل أيضا. فهي حياة هكذا، نعمل باستمرار. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل الأذى الشديد جدا الذي لا يتحمله إنسان، وكان يمكن أن لا يؤذى، وتحمل الحصار الذي دام 3 سنوات بحيث كانوا يأكلون أوراق الشجر من شدة الجوع، ومع ذلك أخذ بالأسباب وانصاع إلى هذه الأسباب ونتج عن ذلك النصر المبين. لما هاجر، مسيرته في الهجرة كلها أخذ بالأسباب، لم يتواكل إطلاقا صلى الله عليه وسلم، وإنما توكل على ربه. توكل بمعنى بذل ما عنده من أسباب وترك بحيث لا مزيد على هذا الاجتهاد أو هذا الجهد، ثم بعد ذلك اعتمد على ربه في أن تؤدي هذه الأسباب إلى الثمرة بمراد الله عز وجل وبتأثير الله عز وجل. ولذلك يمكن مثلا لما تقرأ سورة الأنفال بتجدها تدور ما بين أمرين، ما بين وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وهذا أمر في الأخذ بالأسباب الأوسع مدى، ثم وما النصر إلا من عند الله. يعني بمعنى أن القرآن الكريم يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ثم يقول سبحانه وتعالى وما النصر إلا من عند الله. يعني كل هذه العدة وكل هذا البذل من الأسباب في سبيل الارتقاء بالجانب العسكري عندك والجانب العلمي عندك، لأن القوة هنا نكرة، والنكرة تفيد العموم في هذا السياق، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالقوة العلمية هي قوة مؤثرة، القوة الاقتصادية قوة مؤثرة، القوة الزراعية قوة مؤثرة. الدراسات الاستراتيجية بسمها قوة الدولة الشاملة، وقوة الدولة الشاملة كل ذلك في الحقيقة هو معنى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فليست القوة العسكرية فقط، وإن كانت القوة العسكرية هي الأهم والأساس في ذلك، لكن ومع هذا فإن القوة بشمولها أو بمعناها الشامل نحتاج إلى أن نبذل المزيد من تحقيقها. إذا بذلنا العديد من تحقيقها أحدثنا قوة ردع وأصبحنا في مناعة. لا يفكر، شوف كثير من الدول ما تستطيعش أنت يعني تفكر في من يمكن أن يصيب هذه الدول بكذا، مع أن لقوتها الاقتصادية فقط. فإذا كأن أي قوة بيحدثها الإنسان لنفسه بتمثل عناصر حصار. لكن التوكل على الله سبحانه وتعالى في أن هذا الإعداد وهذه الأسباب التي اتخذتها وأفرغت الجهد والوسعة في سبيل تحصيلها، ولم يكن هناك مزيد على ذلك، كل ما عندي أعطيته، ومع ذلك هذه لا تؤثر بذاتها، إنما تؤثر بمراد الله عز وجل وبتأثير الله عز وجل. وما النصر إلا من عند الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فإذا الأخذ بالأسباب يستتبعه في الذاكرة وفي الذهن توكل حقيقي يقيني بأن الله سبحانه وتعالى ينصر الإنسان وينصر المؤمن، عندما ينصر المؤمن ربه عز وجل بأن يتوكل عليه حق التوكل. في الحديث بعد الحرب الدائرة في غزة يبرز حديث أخلاقيات الحرب، ولنا في رسول الله أسوة حسنة في أخلاقيات الحرب، فكان يوصي جنده ألا يقتلوا طفلا أو شيخا أو يقطعوا شجرة، يعني تقريبا عامل قانون للحرب. تفضل سيادتك. السلاح الذي نقاتل به هو سلاح أخلاقي. سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه ومن بعده صلى الله عليه وسلم من التابعين ومن تابع التابعين إلى آخر السلسلة المباركة، كان حقيقة الوصايا هذه كانت مؤثرة للغاية في مسيرة المعارك التي دارت بين المسلمين وبين غيرهم في ظل علاقات دولية كانت سائدة في هذا الوقت. ولا بد أن يفهم كل الحروب التي دارت وكل المعارك التي دارت في إطار وقتها وفي سياقها الزمني، ولا نستطيع أن نسحب
القواعد السابقة على الآن ولا نسحب القواعد الآن على ما سبق. ولذلك نرتاح عندما يكون الأمر دائر أو نفهمه في دور السياق التاريخي الذي حصل. الحقيقة كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا يوصي جنده بألا يقتلوا عند احتدام القتال امرأة ولا صبيا ولا يقتلوا شيخا كبيرا ولا يقتلوا راهبا في صومعته أو عابدا في صومعته. بمعنى آخر، بمعنى أننا نريد أن ندفع الاعتداء، فمن أين الاعتداء يأتينا؟ يأتينا من المنطقة الفلانية اللي هم الشباب اللي هم ليسوا شيوخا كبارا في السن وليسوا صغارا، المحاربين يعني. والمحاربين والمحارب عادة في هذا الوقت لم تكن معه المرأة. المرأة الآن ولجت ميدان الجيش والحروب، فالذي يقاتلني أنا أقاتله، ولذلك أمرت أن أقاتل الناس. هو يقصد طبعا المشركين في مكة، لكن أقاتل هنا أن أي أدافع أدفع الاعتداء الواقع علي. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع الهجوم أو الاعتداء الحاصل عليه. نحن أيضا في هذا المجال هناك اعتداءات فكرية، هناك اعتداءات مختلفة. الجندي سواء كان جنديا بسلاحه أو جنديا بقلمه أو جنديا بعلمه أو جنديا في مزرعته، كل هذا الإنسان يمكن أن يكون دافعا لاعتداء ما يقع على بلده أو يقع على وطنه. ولذلك هذه في مفاهيم القانون الدولي الذي حدث في غزة يمكن أن يمثل جرائم حرب البشرية لم تصطلح عليها حتى في قوانين الحروب. إذا بدأت الحروب فلها أيضا قوانين، القانون الدولي لها أخلاقيات معينة في بدايتها وفي نهايتها وفي أثناء سيرها. أنا نرى بأن هذه الذي حدث في الحقيقة خارج تماما عن هذا النطاق، فضلا عن أنه إنما هو اعتداء على أناس في بلدهم وفي وطنهم. يعني لم ده العكس، احنا نقول لو ان اهل غزة بيحاربوا مثلا الناحية الثانية ففي الاخلاقيات معينة يلتزموا بها. لا، انا الاعتداء وقع علي. فالحقيقة مثلت هذه المأساة مأساة كبيرة للغاية، تحتاج الى تدخل العقلاء وتدخل المجتمع الدولي وتدخل كل المنظمات الدولية من اجل اعادة الحياة الدولية أو قواعد القانون الدولي إذا جاز التعبير، يعني أن تعود لمسيرتها العادلة الحقيقية التي قصدها المجتمع الدولي عندما يعني اجتمع في سنة 45 أو قبلها في إنشاء منظمة عصبة الأمم أو إنشاء الأمم المتحدة أو ما بعد ذلك من منظمات. كل ذلك عمل طيب وعمل ينقذ المجتمع الدولي، لكن ما نراه الآن الحقيقة المجتمع الدولي تخاذل تخاذلا كبيرا للغاية، وكال مش بمكاييل لهذه القضية، وفرق بينه وبين قضايا مماثلة كثيرة نحن رأيناها على أرض الواقع. أيضا من دروس النبي صلى الله عليه وسلم الرباط، كان يوصينا دائما بالرباط، وما أحوجنا الآن إلى الرباط. ومن هنا اشتق لفظ المرابطون. الجندي المصري هو جندي في رباط إلى يوم القيامة، قدره هكذا وبشهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الحصن الحصين للدفاع عن تراب هذا الوطن وبحدود هذا الوطن، وأنه لم يفرط في تراب هذا الوطن ودافع عنه وسالت الدماء الشريفة الزكية على تراب هذا الوطن لأجل الدفاع عنه. ومن ذلك نرى بأن بشرى سيدنا رسول الله وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي متحققة في هذا الجند على مر العصور. وأنا استمعت قريبا يعني إلى شهادة أحد الجنرالات، يمكن معك، اللواء سمير فرج، وهو يتكلم عن في مقابلة معه بينه وبين شارون في لندن، كان تجمعهم لقاء واحد يعني مع بعض الإعلاميين في لندن،
وشارون قال لم أتفاجأ بكذا وكذا، إنما تفاجأت بالجندي المصري، تفاجأت به أنه لم يكن ذلك الجندي الذي كان في كذا، كان في 67 يعني، أو فيما بعد 67 بقريب. إذن تصحيح المسار بس روح المعنوية العالية المستوى في الجندي المصري، هذه شيمة هذا الجندي في أنه يستطيع أن يفعل ما لم تفعله جنود الأرض جميعا. والحقيقة كمان المواطن المصري في تجليه في وصل هذه الأزمات كلها بيفاجئ كتير جدا من المراقبين، هو صابر وقانع وحامد وشاكر وقادر على اتخاذ الموقف السليم في التوقيت السليم خلف القيادة الرشيدة التي تقاتل خارجيا وداخليا، لأن هناك كثير جدا من المخاطر بتهدد الأمن القومي المصري. المواطن المصري شايفه ازاي في هذه الحالة في إطار الرباط وإطار الوعي الفكري؟ أنا شايف أن المجتمع المصري، وأنا ابن من أبنائه، بأنه أدرك المخاطر التي تحوط بالدولة أو تحوط بالمجتمع المصري عموما، يعني أدركها إدراكا حقيقيا قد لا يعبر عن ذلك، لكن في مسيرته اليومية وفي حياته، وإذا قارنته يعني بمراحل زمنية معينة بتجد الفرق كبير جدا في هذه المرحلة بالذات التي نمر بها. هناك وعي تام وهناك التفاف حول القيادة المصرية، حول الدولة المصرية في استشعار خطر، لأنهم يدركون أننا أمام خطر كبير جدا إذا لم نقف جميعا نحن أبناء هذا المجتمع. بلا شك أن الخطر لا يقف عند جهة ولا منطقة معينة، وإنما سيطال الجميع، فلا بد أن ندرك هذه الخطورة، ولا بد أن نعمل على زيادة وعينا بهذه التحديات. زيادة الوعي دي بتخليني أقف مع سيادتك على الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وفي مثل هذه الأجواء اللي هي بتعب يعني اللي فيها رائحة الحروب ورائحة الحصار ورائحة تزيد الفتن، المؤمن سليم القلب ماذا يفعل أمام هذه الفتن؟ الفتن كثيرة، هناك دعوات هكذا ودعوات هكذا لقسمة الوطن وتفرقة القلوب وتفتيت الشمل. في مثل هذه الأمور لابد من التثبت. التثبت ده قضية محورية في حياة المسلم. القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتبينوا بمعنى فتثبتوا من هذه الأخبار التي تأتيكم هنا وهناك. كيفية التثبت ماذا؟ أن نلجأ إلى أهل الاختصاص في كل فن من الفنون. إن كان الكلام عن القوة العسكرية نحتاج إلى أن نذهب إلى المصادر الثقة، المصادر الصحيحة الثقة في بيان هذا الأمر وفي دقة هذا الأمر. وإذا كان المجال متعلق بالاقتصاد مثلا، ما ممكن كلمة عن الاقتصاد المصري تنشر هنا وهناك تعمل اهتزاز، وده حصل بين في وتؤثر على الاقتصاد بالفعل. أنا أحتاج أنا كإنسان مصري إلى أن أتثبت من أهل الاختصاص في هذا الشأن، وأرى هل هذا الخبر هو صحيح بالفعل ولا غير صحيح. والحمد لله رب العالمين، هناك اختصاصات عديدة جدا فيها البارعون وفيها المبدعون على المستوى الديني، على المستوى السياسي، على المستوى الثقافي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى القانوني، على المستوى الطبي، على المستوى الاجتماعي. نحن أمة يعني حية، الأمة المصرية أمة حية فيها نماذج ولادة، العلم يلد كل يوم مبدعا ويلد كل يوم بارعا فيه، فنحتاج إلى أن نلجأ إلى هؤلاء لكي نتثبت ونكون على بصيرة، وبذلك تزول الفتن. الفتن تستمر عندما أصغي بأذني إلى كل شيء ولا أستطيع أن أتبين أي شيء، إنما أترك نفسي حيرانا هكذا بين كل هذه البحار من الشائعات والبحار المتلاطمة في الحقيقة والتي فيها الظلمات الكثيرة. إذا لم يكن هناك من يأخذ بيدي وألجأ إليه، سفينة نجاح حقيقية تأخذ بيدي إلى بر الأمان، هو ذلك الإنسان المتخصص الذي يدرك أبعاد هذه الشائعات. من موقع سيادتك على رأس مؤسسة دار الإفتاء العريقة، رجل الدين
موقفه الايه؟ يعني كيف يقف؟ اين يقف؟ خاصة انه بيواجه بمسألة خطيرة جدا، تزييف الوعي الديني وقلب الايات واجتزاء الايات، وايضا يعني الدخول على الايات بمفاهيم مغلوطة وتفسيرات موهومة، واحيانا تفسيرات تصل لحد الاسرائيليات. اذا نصل ازاي يبقى رجل الدين في هذا الموقف الصعب العنيف؟ الذي يدرس النص الشرعي يدرك أنه نص يحتاج إلى عقل، يتفكر في هذا النص الشرعي ويتدبر فيه ويدرك المرامي والمغازي والأهداف التي جاء من أجلها هذا النص الشرعي، ويدرك أرض الواقع في الوقت نفسه، يدرك الواقع الذي يحيط به إدراكا صحيحا. ومن ثم فإذا بالملكة العلمية الحاصلة عنده في إدراكه للنص، والملكة الحاصلة أيضا في إدراكه للواقع، فإنه بذلك يكون في حكمه على الأشياء، يكون في مقام المبين والمنبه والذي يرسل رسائل للآخرين في أن الوضع الصحيح هو في هذه المنطقة. طيب والمناطق الأخرى من التأويلات ومن التفسيرات هذه لم يستقر عليها العلماء المعتبرون، ولذلك نحن أمة تخصص، أمة علم، نحتاج إلى أن ندرك الحقائق على وجهها، وهي لا تدرك إلا بهذا الجانب العلمي الحقيقي الذي أدركه رجل الدين أو رجل العلم الحقيقي في مجال فهمه للنصوص وإدراك الواقع. فعليه أن يبذل المزيد، هناك مسؤولية كبيرة جدا على علماء الأمة في أن يبذلوا المزيد من الجهود، بل يستفرغون الوسع بحيث لا يجدون بعد ذلك جهدا، أن يبذلوا ذلك في سبيل نشر الوعي الحقيقي وتصحيح مسار الأفكار المغلوطة وتصحيح مسار الفهوم التي أخذها الناس المتربصون أو المرجفون هنا وهناك وأرادوا بها سوءا. نحن لابد من الكفاح ضد هذه الأفكار، والحمد لله يعني ما زلنا على الطريق، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لبيان مراده الحقيقي من الخلق، وبيان مراده الحقيقي من هذه الشريعة التي أتت لنصرة الخلق وتحقيق مصالحهم ودفع المفاسد عنهم. بهذه الدعوة المباركة من مولانا الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية نختم هذه الحلقة، كل الشكر لفضلته، وأترككم في رعاية الله وأمنه، وتصبحوا على حكم.